أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج أصالة زمان، والنهاردة هنتكلم عن موضوع جديد وهو الاعتذار عن الخطأ. الاعتذار عن الخطأ الحقيقة صفة أصبحت نادرة دلوقتي مع الأسف، لأن ناس كتيرة بتعتبره ضعف، وأن التكبر والترفع عن الاعتذار بيزيد من قوة الشخص أو من مكانته. فالاعتذار من صفات الكبار، مش دليل على الضعف أو الغباء أو السذاجة زي ما البعض بيعتقد، إنما هو القوة، هو الثقة والنقاء والصفاء، وهو الحب والود. فياريت يكون ده أسلوبنا ونتعلم من أخطائنا. والحقيقة أنه مش عيب أن احنا نغلط، احنا بني أدمين، لكن عيب أن احنا نكرر الغلط وما نتعلمش منه. ثقافة الاعتذار شيء مهم جدا لأي فرد، كان كبير أو صغير، لأن هو بتخلي الإنسان تحبه، بتخلي الناس تحبه وتقرب منه، وهو كمان بيبقى قوي مش ضعيف، وفي نفس الوقت بتقرب المسافات أو الحواجز بين الناس وبعضها. لكن الانسان اللي هو بيفتكر نفسه اللي هو ضعيف، او اللي هو يعني ده هيقل من نفسه او هيقل من قيمته او الكلام ده طبعا تفكير سلبي. لا، لازم نعتذر عشان ربنا بيسامح، واحنا بنسامح في رمضان، ولما يكون حد يخاصمني انا بروح له وبعتذر له واقول له حقك عليا في رمضان عشان ربنا بيسامح. بحس ان انا ببقى مكتسب اللي قدامي وببقى فرحان اكتر، وهو بحس ان انا كنت غلطان بقيت احسن من الاول وبنرجع لبعض وكده. لا طبعا بيكبر منه، كويس انه بيعتذر. الاعتذار احسن من عدم الاعتذار. عدم الاعتذار ده بيعمل مشاكل، انما لما يكون حاجه وانا هو غلط فيها او انا غلطت فيها وبعتذر له، يبقى قدر الله ما شاء فعل، يبقى راجل محترم يعني. لا، تقوى جدا طبعا، مش ضعيف. مين اللي قال كده ان الاعتذار بيكتر شأني انا، مش اللي انا بعتذر له؟ والله على حسب الشخصيه، في ناس بتفتكرها ان هي ضعف، بس انا شايفه ان دلوقتي ان انا اعتذر اول ما حد يعمل حاجه غلط يحس ان هو عمل حاجه غلط. وانا بحاول اخلي الولاد دلوقتي يعتذروا، يعني ما فيش مشكله ان الواحد يغلط، بس يعرف ان هو غلط عشان ما يكرروش تاني. الاعتذار واجب في كل وقت وفي كل حين. بالنسبه ان يكون واحد يبقى يعتذر، ده من شمه الكرم كله يعني، ومن شمه الكلام الجميل، لان اللي ما بيعتذرش بيبقى انسان مش على خلق. ومعانا دكتورة ريهام الهواري، استشاري مهارات التواصل، واللي هنعرف منها النهاردة أهمية الاعتذار في حياتنا، وطريقة الاعتذار كمان، وتوضيح وجهة نظرنا ممكن تكون بأنسب طريقة إزاي. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا يا ستينج. الحقيقة أنه مسألة الاعتذار عن الخطأ دي بتبقى ساعات في أجزاء كتيرة جدا، خاصة في العلاقات الاجتماعية، إن كان علاقة حب أو علاقة صداقة أو علاقة زمالة أو حتى شراكة في العمل، ممكن تكون نقطة مفصلية ممكن تبوظ كل حاجة أو ممكن تصلح كل حاجة. إيه اللي خلى إن الثقافة دي ما بقتش موجودة عندنا، وبقى في يعني اعتقاد سائد عند الكثيرين إنه الاعتذار ده ضعف؟ لا، أنا مش هعتذر حتى لو أنا غلطان علشان ما يفتكرش إن أنا ضعيف. اعتقاد خاطئ، واعتقاد ما يعتقدوش إلا لو حد شخصيته ضعيف أو شايف نفسه أقل مما هو. لأن تعرف ساعات الواحد بيبقى ما بلاش أقولها ثقة في نفسه، هو اعتداده بذاته بيبقى قليل، فمن جواه حاسس إن هو قليل، وبالتالي ما يحبش حد يشوفه قليل. فهو اعتقاد دايما يعتقده الشخص اللي مش عنده ثقة أو اعتداد بالذات. ليه؟ الاعتذار زي ما دايما نقول ايه، شيء من الكبار. محدش بيعتذر غير لما يعرف يعترف ان هو اخطا. والخطا ده ما فيش في الدنيا حد ما بيغلطش. بالظبط، احنا يعني خلقه ربنا ان الناس كلها بتغلط. ولازم نغلط لان احنا بنتعلم من غلطنا، تمام. بس ايه الوحش؟ الوحش ان انا اغلط وما اعترفش ان انا غلطان، وان انا اعمل نفس الغلط مرتين وثلاثه. فهي المشكله مش ان انا اغلط، لو اتعلمنا من واحنا صغيرين مش مشكله ان انا اغلط، لان لازم تغلط عشان لازم تتعلم علشان لازم تعرف، يبقى مش هنخاف من الغلط. بس امتى بقى؟ امتى يبقى لينا وقفه يوم الغلط ده يتكرر، او اني لا اعترف بالخطا؟ عواقب ان انا ما اعترفش بالخطا بتاعي انجي جسيمه، ومن وهو صغير، الطفل صغير، بتبقى مشكله ان انا ما بعترفش اكبر بكتير
من مشكلة إن الغلط من الغلط نفسه. تخيلي كده زي ما أنت قلتي في الشغل، لو مديري غلط وأنا عارفة كموظفة عنده، عارفة إن هو اللي بيقوله ده غلط وإن ده ما ينفعش، تفتكري أنا هشوفه إزاي؟ لا يمكن هاخده قدوة ولا يمكن هحترمه. يبقى الواحد لما بيعترف بالغلط بالعكس ده بيكسب احترام الناس. وبعدين الغلط يعني مش اخر الدنيا، دايما اقول للناس هي اخر الدنيا انك تغلط، طب ما تعتذر. وبعدين ده في حاجه اسمها فن الاعتذار. هو الاعتذار معناه ان انا شخصيه ضعيفه، او الاعتذار معناه ان انا ما عنديش ثقه في نفسي وما عنديش شخصيه، والاعتذار معناه ان هخليكي تركبيني زي ما هما بيقولوا، وانا لو اعتذرت لها هتركبني او هو هيركبني. ليه؟ مفيش بني ادم بيعتذر ويصلح اعتذاره ويقول انا هعمل ايه، يعني يقول الخط انا غلط والغلط كان كذا وكان المفروض اعمل كذا، المره الجايه مش هعمل كده تاني. بس الشطاره بقى ان فعلا المره الجايه ما اعملش كده تاني. طيب فن الاعتذار ده يا دكتور بيكون ازاي علشان يعني ما يتفهمش غلط زي ما قلت؟ هناخد قاعده الاعتذار. قاعده الاعتذار اني اول ما اغلط اعتذر، ما استناش ان حد يوجهني يومين وثلاثه او حد يقول لي، لان انت مش ضامنه اليومين الثلاثه ده اللي قدامك هياخد ايه خطوات علشان او ايه الفكره اللي هتلزم دماغه عنك. يا ستي حتى يعني ده بنقول فن الاعتذار ايه، كل واحد ليه شخصيته يا انجي. في ناس بتتكسف مش انها بتتقالط او انها مش عايزه تبين او ان شخصيتها ضعيفه، لا ساعات تتكسف تعتذر. اكتبها في مسج، انا اسف انا كان المفروض اعمل كذا ومش هعمل كذا. فن الاعتذار اني على طول اعتذر، اني لما اخطئ اقول انا غلطت في كذا وانا فعلا اسف، ولازم كل حاجه فيا كبادي لانجوج كالفاظ وكطريقه القاء الكلام ان انا فعلا بعتذر. مش باخدك على قد عقلك، لان هو ايه ببقى انا عارفه ان انا شايفه ان انا مش غلطانه، بس انا عايزه اخلص بقى مع انجي، خلاص انا اسفه. طب هو ده اعتذار؟ ده ساعات بتجيب نتيجه عكسيه. بالظبط. يبقى فن الاعتذار ان انا كمان اعرف اقوله امتى واعرف اقوله ازاي، وكل واحد على حسب الوقت بتاعه. يعني الصح ان انا اعتذر على طول، بس في ناس لازم اكرر الاعتذار او ان انا اعمل حاجه بديله تنسي الغلط ده، وده الفن بتاعه. يعني انا مثلا زي مثلا عندك غلطت وزعلت مراتك يا سيدي، اعتذرت لها، طب وايه المشكله ان انا اخرجها بعدها او ان انا اجيب لها وقت. او يجيب لها هديه مثلا، او يجيب لها هديه. بلاش هديه عشان ما يزعلوش منها يا انجي، والنبي الدنيا بقت غاليه ورمضان ليه مصاريف كتير يا انجي. معلش انا مصره على الهديه من فضلك. مشكله انت، مشكله بصراحه، هنعمل ايه؟ يجيب لها هديه عشان خاطرك ما تزعليش، علشان يصالحها، مش مجرد انه كلمه انا اسف. يبقى لازم اعمل الحاجه اللي فعلا ترضي اللي قدامي، مش ترضيني انا ومش ان انا ايه عشان اريح دماغي. طيب الاعتذار ده فايدته ايه؟ فايدته ان انا هحترم اللي قدامي، فايدته ان علاقتي باللي قدامي هتقوى، لان مش قاعد لي على الواحده ومش ممشيني جنبه على قشر بيت، خايف اغلط لا يزعق او يتخانق او خايف. فانت بتدي ثقه للي قدامك ان هو يغلط، لانك ما بتعديها له. فالاعتذار كمان مش بس للي بيعتذر، لا للي بيعتذر له. اللي بيعتذر له لازم يسامح ولازم يتفهم ولازم يعدي، مش خلاص انا زعلت وانت غلطت افضل كل يوم انكد عليك على الغلطه اللي انت عملتها، وبالتالي بعد كده مش هيعتذر. يعني انا اعتذرت لك مره واعتذرت لك الثانيه واعتذرت لك الثالثه وجبت لك الهديه وخرج، لسه ضربالي بوز، ما هو لا يعني. وبالتالي المره الجايه لما يحصل حاجه هو هياخدها كاكسكيوز ان هو يتخانق ويزعل ويزعلها تاني، ما انا صالحت اولاني وما جابش النتيجه، خلاص بقى مش هصالح، خلاص مش هعتذر. احنا بنتكلم عن ابعاد الاعتذار ده يا دكتور، في الحقيقه نقطه في ناس بيعملوها واعتقد ان هي اقصى درجات القوه والثقه في النفس، وان انا ابقى باقيه على الطرف الاخر. مزبوط. ان كان بقى في علاقه حب، ان كان في زماله، ان كان في طبعا. في بزنس، ايا كان. وهي انه شخص ممكن يكون مش هو الغلطان، ورغم كده
يبادر ويعتذر علشان يعني يكسر الجليد شوية أو علشان يحتوي مثلا إحراج الشخص الآخر على سبيل المثال، إيه رأيك في التصرف ده؟ هل ده صح ولا ده ممكن يجيب نتيجة عكسية؟ لا، ساعات بيبقى صح، في أوقات معينة بيبقى صح. يعني لما حد مثلا، إحنا كلنا مرينا بالحاجات دي أو بنعدي بيها كل يوم، يعني لما حد يكون في الكرو بتاع الشغل او الشركه عملت حاجه، مثلا شركه بتقدم لي خدمه وحصل خطا من عند الشركه، والموظف بتاع خدمه العملاء قال لي انا بعتذر يا فندم بالنيابه عن كذا، هي ما كانتش غلطتنا لكن احنا هنعمل لحضرتك اللي يريحك، هنعوضك بكذا. يعني هو احنا بنعتذر، هي مش غلطتنا لكن احنا بنعتذر لحضرتك واحنا مسؤولين عن هذا يعني اندايركتلي عن هذا الخطا، وهنديكي مش عارف ايه بداله او هنعمل لك حاجه بداله. انت ايه علاقتك تبقى بالشركه بعد كده؟ مش هتبقي حابه تشتغلي معاهم، مش هتبقي حابه مقدمي الشركه دي، مش هيبقى في ثقه، مش هيزود بزنس. يبقى انا لما حتى ساعات بغلط وبعت ما بغلطش لكن بعتذر بالنيابه عن شخص تاني اخطا، لا ليها مميزاتها. لكن حته اللي احنا بنتكلم عليها اللي ساعات اقول لك لا مش صح، ان انا على طول اعتذر على غلطه سواء عملته او ما عملتوش، ده مش عشان اللي بعتذر له، عشان انا نفسي بتتكسر، نفسي بتتكسر يا انجي. فالناس بتبقى من جواها لما بتعتذر سواء عشان يعدي القصه او يعدي المشكله، من جواه عارفه زي ما بتقولي بتموت حاجه فيه، صحيح، او بيتاذي او بياخدها على خاطره، فبيجي له احباط. فلا، الاعتذار عمال على بطال في اوقات معينه محمود، بلاش عمال على بطال دي عشان ما تتفهمش غلط، الاعتذار على خطا مش انا اللي عملته في او في مواقف معينه بيبقى شيء محمود جدا ويحافظ على الود والصفاء ويعدي المشكله ويقرب الناس من بعضها، وفي اوقات تانية بيحصل في ظروف معينه بيجيب احباط للشخص اللي على طول بيعتذر. صحيح. فلازم نكون حريصين في الحته دي شويه، فن الاعتذار. فن الاعتذار فعلا زي ما حضرتك قلتي، وبشكر حضرتك جدا على الحلقه الجميله دي، ونتقابل تاني بكره ان شاء الله نتكلم شاء الله عن موضوع تاني وقيمه تانية من قيم زمان. رمضان كريم يا حبيبتي. الله اكرم يا فندم. وبشكر حضراتكم على حسن المتابعه، وقابلكم بكره ان شاء الله. وطبعا الشكر موصول لضيفتي دكتوره ريهام الهواري استشاري مهارات التواصل.